السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وصلنا لغاية الآية 15 في سورة التوبة، بس في بعض الفوائد اللي بقى عليها في كتب التفسير ويعني وبعض الإلهامات من رب العالمين سبحانه وتعالى، فمش بحب الحاجات دي تفوت. في قول الله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أنا بتخيل وقع الجملة دي أو الآية دي على المشركين أو على الكفار، الواقع غريب جدا. أصل في الوقت ده وفي الزمن ده ما كانوش يعرفوا الحاجات دي. فسيحوا في الأرض يعني اتحركوا في الأرض براحتكم في أمان، ارجعوا بيوتكم تاني من موسم الحج، قابلوا الحلفاء بتوعكم، جهزوا الأسلحة براحتكم يعني، لمدة إيه؟ لمدة 4 أشهر. في الوقت ده ما كانوش يعرفوا الكلام ده، يعني أنا متخيل إن هم يعني إيه فغروا عن أفواههم، يعني فتحوا بقهم كده من الدهشة، لأن هو الفكرة كلها كانت غارات. يعني في هذا التوقيت كان أنا عندي قوة، بقى عندي أسلحة، بقى عندي خيل، بقى عندي كذا، طيب يبقى على طول يعني بدون تردد أغير على اللي جنبي واخد الفلوس بتاعته واخد الاموال بتاعته واخد الخيل بتاعته واخد الاسلحه بتاعته واخد الاولاد والنساء بتوعه كده يعني. خلاص الحاجه الوحيده اللي تخليني لا اغير عليه او ما حربوش ان انا ما اقدرش. ففي ظل هذا التوقيت وهذا الزمان، وهم خد بالك ان هم اللي ايه، هم اللي نكثوا ايه، نكثوا ايمانهم الاول اصلا، يعني ان هم نكثوا الايمان خلاص، يعني هي كده العهد مش موجود. فانت لو رحت وقاتلتهم او قتلتهم او اثرتهم، فانت ما عليكش حرج. فانت تقول لهم فسيحوا في الارض 4 أشهر، خدوا راحتكم خالص، سيحوا في الارض يعني ايه برطعوا يعني براحتكم خالص، اعملوا اللي انتوا عايزينه، تحالفوا مع ناس وجمعوا بعض فدي حاجه غريبه جدا. وما اجمل يعني ما قاله بعض المفسرين في هذه الايه لما بيقول لك فالزمان والبشريه مش هم اللي بيرقوا القرآن أو الإسلام، ده الإسلام والقرآن هو الذي يرقي وهو الذي يطور من أداء الإيه؟ الزمان ومن أداء البشرية، وبيدخل لهم حاجات غريبة هم ما شايفينها. إن أنت قبل ما تنقض العهد أو قبل ما مش تنقض بقى هم اللي نقضوا، قبل ما تنهي العهد مع واحد ناقض للعهد تقول له تخبره أصلا، تقول له براءة من الله ورسوله وتدي له فترة سماح، إيه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ مش ممكن. فدي حاجة غريبة. طب ليه تعمل كده؟ عشان انت معاك القوة المطلقة، واعلموا انكم غير معجز الله. تروح هتيجي هتطلع هتنزل هتتشقلب، فاعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الايه الكافرين.